زيارة قادتنا لوزير الثقافة بالجزائر للوقوف على واقع القطاع وتحدياته. دائما كنت صريح فيما أقول، وهو أنني ضد سياسة الريع والربح السريع. مستقبل الجزائر هو في الجزائر العميقة، مستقبل الثقافة الجزائرية هو في الداخل. حتى الجزائري أيضا يجيب له فنان واللي يقدر يدفع ويشوف، ما فيش هذه عملية تجارية. لكن الشيء اللي نتفق عليه، نحن لن ندفع من خزينة الدولة. ما هي تأثيرات أزمة التقشف وترشيد النفقات؟ كيف ننجح في إدارة مهرجان كان يدار بخمسين مليون دينار ونديره الآن بعشرين مليون أو أقل؟ وكيف هو حال الفنانين والمثقفين بالجزائر؟ أعتقد أن الجزائر هي من البلدان القليلة التي نجحت في أن تؤسس لثقافة التكفل بالفنان. ما نش حابين نعطيهم، يقول لك أعطيني أنا متعهد حفلات ونجدهم ينظموا في العلا سلامة. هذه الملفات وأخرى تأتيكم في لقاء خاص مع وزير الثقافة عز الدين مهوبي.